السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي نعمل زبدة للجسم بزبدة الشيا، لان بنات كتير بعتولي هم عندهم زبدة الشيا الصفراء وعايزين يستخدموها ومش عارفين يستخدموها ازاي، وزبدة الشيا الصفراء بتكون تقيلة قوي على الجسم فمش بيعرفوا يستخدموها. انا عامة بحب زبدة الشيا جدا في الترطيب، هي علاج للخطوط الحمراء في الجسم وكده، والخطوط البيضاء برضو بتقللها شوية، يعني مفيش غنى عنها طبعا، لان 90% مننا كلنا عندنا خطوط وكده. انا النهاردة هعمل معاكم زبدة بتاعت الجسم. زبدة الجسم بتتباع دلوقتي غالية جدا، 350 وحاجات كده، فانت ممكن عندك المكونات وتعملي كذا حاجة يعني لكل حاجة، بس انت هذه المكونات الاساسية. الحاجات اللي احنا هنحتاجها زي ما انتم شايفين، اول حاجة احط 100 جرام من زبدة الشيا الصفراء. انا سيحتها علشان اختصر الوقت، طبعا هي بيكون لونها اصفر، انا استخدمت بتاعة شركة NBC بتاعة شركة ناو لونها ابيض، فانا حبيت بالفيديو ده انا استخدم الصفرة عشان البنات كتير بتقولني اللي هم عندهم الصفرة، فانا استخدمت 100 جرام. واستخدمت 250 ملي من زيت جوز الهند، وطبعا استخدمي اي نوع، انا استخدمت نوع جديد جايباه في مشترياتي من اي هيرب وكده من الموقع، فاستخدمت 250 ملي. واستخدمت كمان زيت، بصي حطي بقى الزيوت اللي انت عايزيها، من كل زيوت عندك كده تحطي معلقتين معلقتين. استخدمت زيت الافوكادو، واستخدمت زيت اللوز، واستخدمت زيت العنب، انت تقدري تحطي بقى الزيوت اللي انت عايزيها، والزيت العطري، وطبعا حطيت زيت الزيتون كمان، والزيت العطري حطيت زيت الليمون. تمام، ممكن تحطي اي نوع زيت عطري عندك انت حباه، ايا كان بقى، ممكن تحطي فانيلا، ممكن تحطي لافندر، ممكن تحطي اي نوع زيت عطري انت حباه، او حتى تجيبي زيت عطري من اي حد اللي هو بيبيع الزيوت بتاعة العطور دي، وهيخلي ريحة جسمك تحفة وثابت جدا. تمام، وبعد ما نحط الحاجات دي كلها مع بعض ويكون شكلها سايح، ممكن نحط كمان جليسرين على فكرة لو عايزين تحطوا جليسرين، لان الجليسرين بيرطب البشرة قوي وبيحفظ كمان المية في الجلد فبيخليها على طول مترطبة، وده احنا عايزينه علشان خاطر العلاج الخطوط وكده. تمام، وبعد ما خلاص بقى حطيتي كل الحاجات دي هتقلبيهم مع بعض، وبعد كده هتحطيها في الفريزر، ده مهم جدا، هتطلع طبعا تكون شكلها متجمد كده، بعد تقريبا 10 دقايق ولا حاجه هتلاقيها اتجمدت. تمام، او ربع ساعه. بعد كده هتبداي بالمضرب بتاع البيض او اي حاجه، الخلاط حتى او اي حاجه، تحطي فيها بس يعني اضربيها بمضرب البيض، وهتضربيها لحد ما هتلاقيها بعد كده اتحولت لزبده او كريم لونها زي ما انتم شايفين. طبعا خلاص دي بقت كده زبده للجسم، ريحتها تحفه وترطيبها قوي جدا، وجربوها وهي تقيله زي ما انتم شايفين، وريحتها كويسه جدا طبعا. اهم حاجه بس الاستمرار، لان الخطوط الحمراء والبيضة لازم استمرار على طول، وحتى لو ما عندكيش ارجوكي رطبي جسمك علشان خاطر ما يطلع لكيش، لان الخطوط دي بتطلع اصلا بسبب جفاف البشره، وان الجلد مش بيكون مترطب كفايه. فاهم حاجه ترطبي جسمك، بصي باي مكونات عندك حسب المكونات اللي عندك اعملي بيها حاجه لترطيب الجسم، ودايما رطبي جسمك. تمام، ده الفيديو بتاع النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا. الخلطه شكلها حلو جدا، عايزه اقول لكم، وملمسها حلو جدا وريحتها حلوه جدا، جربوها ان شاء الله هتفيدكم. ده كان الفيديو بتاع النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات تانية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ومنشن لاصحابكم عشان يستفادوا، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.